اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الشف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الله يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت عليهم الحكيم اما بعد معشر الاخوه والاخوات لا زال حديثنا عن سوره الفاتحه المباركه وبعد ان قدمنا بعض معاني الجزئين الاول والتاني منها نصل الى الجزء الثالث والاخير وهو قوله عز من قائل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم يطلب المؤمن من الله سبحانه وتعالى في هذه السوره الكريمه ان يرزقه الهدايه والهدايه هي الدلاله بلطف بدون قسوه وصراط الله المستقيم هو الطريق الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه ويسلكه من اكرمهم الله سبحانه وتعالى وقد وردت الاشارة اليه كذلك في قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعندما نتحدث عن الهدايه فنحن نتحدث عن ام النعم وعن اصل النعم لان كل نعمه ليس معها هدايه تصبح نقمه فالهدايه هي التي تقيد النعم وتوجهها الى منفعه العبد والى مرضاه الرب فما يتعلق بالصحه والعافيه والرزق وكل ما يرتبط بهذه الانواع لا يمكن ان يكون فيها الخير الا اذا وجهتها الهدايه لتنصرف بالانسان الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وقد وضح الله سبحانه وتعالى هذا الصراط انه هو صراط او طريق المنعم عليهم اذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم من الناس مذكورون في آية النساء. قال الله جل وعلا: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين" وكان الله سبحانه وتعالى أرانا الطريق المستقيم مرتين أرانا إياه نظريا عند قوله اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ثم أراه إيانا عمليا وواقعيا عندما ذكر لنا أصناف الناس الذين يسلكونه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم ان الله سبحانه وتعالى بين لنا مره اخرى هذا الصراط بايجاب من خلال الحديث انعمت عليهم من خلال قوله تعالى انعمت عليهم وأرانا اياه بالسلب عند ذكر المقابل وهو ان من لم يسلك هذا الطريق فهو من المغضوب عليهم والضالين اذا فهناك ايجاب انعمت عليهم وهناك سلب غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبينهما تقابل وفي ذلك اهاجة الى الى الخير وحرص على الالتزام بطريق الله المستقيم لاننا كما نعرف عندما يكون لدينا ضدان فان احدهما يساعد في اظهار في اظهار الاخر يعني اذا عرفت الصراط المستقيم عرفت نكبه من يسلك غير غير هذا الطريق لان الضد يظهر يظهر الضد كما قال الشاعر الحكيم فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لما استجمع استج... استجمع حسنا والضد يظهر حسنه حسنه الضد كما يشبهه قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز عندما يزحزح عن النار فمعنى ذلك انه يكون من اهل الجنه ولكنهما ذكرا معا لأن الضد يظهر حسنه الضد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والمغضوب عليهم من الناس هم الذين عرفوا الحق وكابروا فيه ولم يأتوه ولم يتبعوه والضالون هم الذين لم يعرفوا لم يعرفوا الحق أصلا إذا المغضوب عليهم عرفوا الحق ولكنهم تنكبوا عن طريقه والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق اصلا وبالتالي لم لم يتبعوه ولفظ الضال او الضلالة ورد في القرآن الكريم بمعاني مختلفة ومتعددة ففي قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ما الضالون هنا هم الذين لم يعرفوا الحقيقة فعلتها إذا وأنا من الضالين أي لم أعرف الحقيقة وقال تعالى في آية أخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل أي تنسى وقال تعالى ووجدك ضالا فهدا أي هداك إلى إلى الصراط المستقيم وتختم الصورة الكريمة بقول المسلم آمين ومعناه يا ربي استجب وأعطنا سؤلنا واطلب منا ما قدمنا واهدنا لاحسن الاقوال واحسن الاعمال وهكذا معشر الساده والسيدات وقفنا في حلقات في عند سورة كريمة طيبة اشتملت على العقائد عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين واشتملت على الاحكام عندما قال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين واشتملت كذلك على القصص عند حديث الله تعالى عن صراط الذين انعم عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه الامور الثلاثة العقائد والاحكام والقصص هي مجمل القران الكريم تمثل العقائد ثلثه والاحكام ثلثه والقصص ثلثه نسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يرحمنا برحمته الواسعه انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين